بعد كل هذه السنين يا كردوس، ها هي عين كراوسوس أخيرا بين يدي. ستنتهي معاناتك يا سيدي، وستحصل على الشباب الدائم. ليس الشباب فقط يا كردوس، بل القوة، القوة المطلقة يا كردوس. سأحكم هذا العالم، وسأجعل الجميع ينحنون عند قدمي، ولن يجرؤ أحد على النظر في وجهي يا كردوس. شيء يحدث يا كردوس، شيء. هيا هيا والعين، هيا. لابد أن هذا هو المكان المطلوب. نعم، لا شيء يحدث أيضا يا كردوس، لا شيء. لابد أن هناك جزء آخر من الحين. نعم، لابد أن هناك جزء آخر من العين، لا شك بذلك يا كردوس. لا ذلك رويدك يا مولاي، بهذه الطريقة ستفقد الطاقة التي لديك. يا كردوس، أن يفقد جزء من طاقتي كل ساعة يا كردوس، وهنا يكمن الشيء الذي أبحث عنه، وهو لن يفتح إلا بعين كراوسس يا مولاي. نعم سيدي، أنا مجرد عراف فقد أخوته منذ زمن، ولكني أعتقد أن الملك دارا يعرف أين يوجد الجزء الثاني من هذه القلادة. صدقت، ولكني بحاجة إلى طاقة جديدة يا كردوس، ريثما نستخلص منه مكان الجزء الثاني من القلادة. هيا يا كردوس، هيا وأحضر لي شابا مليئا بالحيوية والطاقة. ولكنك يا سيدي استنفذت أكثر الشباب قوة في المملكة. قم بعملية اعتقال جديدة، أجلب شبابا مليئي بالطاقة والحيوية، فلا شك أن مهمتنا قاربت على الانتهاء يا كردوس. حسنا، ولكن جهز ضحية أخرى يا كردوس، هيا ودون ما تأخير، هيا هيا. سيتكلم هذا الملك الصغير، لابد أن يتكلم. مرتزقاء قطاع طرق، انتظر يا كيما، انتظر لنرى. انظر يا كيما، يبدو أنها أسيرة مسكينة. وما دخلنا نحن؟ تعال يا سيدي، ربما ليسوا ودودين.
سنعرف ذلك فورا. لسنا مضطرين لذلك. أين وجهة الأصدقاء؟ إلى أين أنتم متوجهون أيها الرفاق؟ الآن واضح أنهم غير ودودين بالمرة. هل رأيت؟ رأيت؟ لماذا فعلتم ذلك؟ هل أنت بخير؟ نعم. قلت لماذا فعلتما ذلك؟ كنا نحاول المساعدة. المساعدة أيها الأحمق؟ إنهم رجالي، لقد احتجت إلى 4 أسابيع لإقناعهم. مرتزقة إذن، لهذا هربوا؟ ولماذا تحتاجين إلى مقاتلين مرتزقة على أي حال؟ هذا ليس من شأنك. عفوك سيدتي، فنحن غرباء عن المكان، وقد كنا بصدد الذهاب إلى قلعة ألمر، فهل ساعدتنا وأرشدتنا إلى الطريق الصحيح؟ أساعدك؟ بعدما فعلت بي ما فعلت؟ لا أظنك بوضع يساعدك على رفض ما أطلب، خاصة بعد هروب حراسك. لا تكن أحمق أنت ورفيقك. أنا شادة، مقاتلة من الدرجة الأولى. لا أحد ذا عقل سليم يرغب بالذهاب إلى ألمر. أنا أرغب بذلك. قل لي، لماذا أنت متجه إلى هناك؟ لقد أخذوا أخي أسيرا. إن كان في ألمر، أي بين يدي الملك ألدور، فهو لن يخرج من هناك حيا. هذا ليس مزاحا، أخوه هو الملك دارا، ملك أروم. في هذه الحال سأدلك على الطريق، ولكن بشرط. وما هو؟ أن تعطيني هذه. بل ستدلينني دون أن تأخذي شيئا. كنت أمزح معك. هيا، الطريق إلى ألمر غربا. هيا. لن تثق بكلامها يا تال. ليس لدي خيار آخر، بل أنا من لا يملك رأيا آخر. آخر السجناء الشباب يا مولاي. إنه يفي بالغرض. هيا يا كردوس، لا نريد للملك دارا أن يصاب بالملل. أين الجزء الثاني من القلادة أيها الملك؟ لا أعرف،
هكذا أعطاني إياها والدي الملك كارون. لقد كانت اثنتين بقطعة واحدة، ولا بد أنك اقتلعت القطعة الأخرى، فأين هي؟ قلت لك لا أعرف. تكذب. يبدو أن جلالة الملك يا كردوس غير مرتاح بقيوده. يد الألم هذه ستنزع الجواب من رأسك. إنها عملية مؤلمة طويلة، ولن تتوقف إلا عندما تنطق الحقيقة. إطلاقا ستفعل، صدقني يا جلالة الملك، ستفعل. كل ما ستكسبه هو مزيد من الألم، ولكنك في النهاية ستتكلم. تأكد من ذلك. كل ما علينا هو الانتظار. أربطة الألم لن تتوقف أبدا. ولكن أنا من لا يملك الوقت الكافي يا كردوس. يجب أن نعرف أين الجزء الثاني من القلادة وبأسرع وقت. مكان مناسب للاستراحة. لا أظنك ستواصل السير ليلا. حسنا، سنبيت هنا الليلة ونتابع صباحا. ماذا تفعلين؟ لا شيء، لم أستطع النوم، فرأيت أن أراقب النجوم. إنها جميلة جدا. تراقبين النجوم وسيفك بيدك؟ سيف المحارب يجب أن يبقى بيده دائما، أليس كذلك؟